القمح طبعا زي ما حضرتك عارفة انه داخل في كل حاجة، في المخبوزات، في المكرونة، في كل العيش اللي احنا بناكله، يعني نص حياتنا من القمح. القمح ده هو المادة الجلوتين دي، من اسمها كده زي الصمغ، هي اللي بتدي القوام المطاطي للعيش اللي احنا بنحس بيه في المضغ، او زي ما بنشوف بتاع البيتزا وبتاع الفطاير بيفضل يمط العجينة فتتمط معاه. فبيبقى لازم نستبدل هذا الدقيق اللي احنا كلنا متعودين عليه ومتعودين على مضغه وطعمه بدقيق من حاجات اخرى مش مصنوعة من القمح. فطبعا اشهر دقيق موجود اللي هو دقيق الرز، لكن الحمد لله في جامعة اسيوط عندنا وكلية زراعة مشكورة بدأت تشتغل على انواع تانية من الدقيق، زي الدقيق من البطاطس ودقيق من البطاطا، ونجحوا فعلا ان هم يعملوا انواع من الدقيق واضافات نفسها لدقيق الرز. لان طبعا صعب جدا للدقيق اللي هو ما بيبقاش فيه المادة المطاطية انه يتخبز ويتحول الى صورة العيش والكيكات والحاجات اللي زي كده. فطبعا الزملاء في كلية زراعة ربنا يبارك فيهم تعاوننا معهم، عملنا مخبز لحسيت القمح، كان اول مخبز يتم عمله في صعيد مصر واول مخبز يتم داخل جامعة، بحيث ان ما بيبقاش فيه صيغة ربحية تماما، كله بيخدم المرضى. فالحمد لله عملنا بقى منتجات سواء كان العيش او البيتزات او البسكوت. طبعا كنا بنعد المرضى اللي بييجوا المخبز، لان دلوقتي الحمد لله مع التوعية بهذا المرض بقى عدد ما يتعدوش طبعا عدد كبير جدا بيجي ياخد من عندنا هذه المنتجات. بنشتغل على نفسنا ونحاول نطور في اتجاهين. احنا هنا حاليا في وحدة استخراج الدقيق الخالي من الجلوتين والنشا من نبات الكثافة. بالنسبة لنبات الكثافة ده محصول مهم جدا، لأنه بيطلق عليه محصول الفقراء، لأنه ما بيحتاجش عناية خاصة بعد الزراعة، وبيتحمل الحرارة العالية وبيتحمل الجفاف، واحتياجاته السمادية قليلة تكاد تكون منعدمة. فطبعا المحصول ده ليه استخدامات كتير جدا، لأن ما فيش ولا جزء فيه بيترمي، يعتبر كنز أو ثروة. بداية من الورق بتاعه حضرتك، ده ممكن بيتطبخ زي السبانخ، او ما بيتحط في الخضرة مع القلقاس، او بيتعمل زي الملوخية، او بيتباع مجمد فروزن زي دول افريقيا ما بيبيعوه مجمد. حتى لو الورق لسه من الناس مش متقبلة ممكن يستخدم في الاعلاف. نزرع نبات الكثافة في شهر 4 الى نص 5 كده تقريبا، وخلال فترة الزراعة بنقوم بعملية المعاملات الزراعية على المحصول الى نحصد المحصول بعد 9 شهور. بعد ما نحصد المحصول نجيبه هنا في وحدة إنتاج الدقيق الخالي من الجلوتين من الكثافة. الدكتورة دي بتقوم ببعض العمليات على الدرانات قبل عملية التصنيع، ونبدأ عملية التصنيع.